شيع عصر الخميس في 11 من أذار مارس 2021 جثمان الناشط الأردني عبود العمري في الأردن بعد وصول جثمانه برفقة أصدقائه الأربعة الذين تعرضوا لحادث سير في كيب تاون في جنوب أفريقيا. المقربون فقط هم من شاركوا في تشييع جثمان العمري في إحدى المقابر الواقعة في منطقة طبربور في العاصمة الأردنية عمان. مشهد الوداع كان محزناً ومؤثراً كثيراً، فبعد دفنه قام أشقاؤه بوضع الزهور على قبره. خيم الألم والصدمة على وجوه المشيعين، وانهار أصدقاء عبود باكين قرب جثمانه، ومن بينهم صديقه أيمن عبلي الذي رافقه في رحلة الموت في إفريقيا وحضر التشييع وكان مصدوماً. أما صديقه خالد عبلي فكتب عبر صفحته على إنستغرام أن عبود كان سعيداً جداً قبل دقائق على وفاته، إذ قال: يا الله شو مبسوط. وبحسب خالد يبدو أن عبود كان شاباً نشيطاً ومندفعاً ومحباً للحياة، فقبل شهرين على وفاته أسر لصديقه قائلاً: حاسس ربنا مخبي لي شي حلو. تغير كل تفكير، أنا كنت أفكر أنه بشعرهم بني أحلى ناس في العالم، لا. بحسب وزارة الخارجية الأردنية، المركبة التي كان فيها العمري ورفاقه كانت تسير بسرعة عالية على أحد الطرق السريعة في كيب تاون، ثم انفجر أحد إطارات السيارة وفقد سائقها السيطرة عليها، وحصل الحادث الذي تسبب بوفاة العمري. وقد أثارت وفاة الشاب البالغ من العمر 23 سنة يوم السبت في 6 من أذار مارس 2021 حزناً كبيراً وصدمة بين الأردنيين. وكذلك كان الوضع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المستخدمون عن تعاطفهم مع عائلة الشاب متمنين له الرحمة ولعائلته الصبر والقوة.